طيب انت شايف مين الاقرب للفوز بالجائزه؟ ليفاندوفسكي. يعني لما هنيجي نبص على الفتره دي، الفتره اللي محددها الفيفا للجائزه، نعم. ليفاندوفسكي الحقيقه سجل عدد كبير جدا من الاهداف مع بايرن ميونخ، وكمان فاز ببطولات كثيره جدا مع بايرن ميونخ، والبطولات بتبقى حاسمه بشكل كبير، وده يمكن سبب ان ليفاندوفسكي كان بينافس ميسي على جائزه بالون دور من شهرين فاتوا، والناس كلها كانت مستغربه ازاي ليفاندوفسكي ما خدهاش وميسي هو اللي خدها، لان الحقيقه ليفاندوفسكي عمل موسم هايل جدا. فاعتقد النهارده يعني هتبقى فرص ليفاندوفسكي كبيره، خصوصا ان هو حامل اللقب من العام الماضي.